السلام عليكم. النهارده نعمل مع بعضنا يا حبايبي في كيكه فراوله. كيكه سهله وطعمها حلو جدا ان شاء الله، جميله باذن الله. المطلوب معايا 3 كوبايات دي، كوبايه ونص سكر، 4 بيضات، 4 باكيتات فانيليا، باكيت بيكنج باودر شيف، علبة الزبادي لون جيل طبيعي، فراوله، صوص فراوله عندي في الثلاجه. انا هقول لكم اعماله ازاي طبعا، بس دلوقتي لو انت مش عندك فراوله وعايزه تعملي كيكه فراوله ممكن تعمليها بالجيلي الفراوله. تاخدي باكيتين تحطيهم في قلب المقدار، بتطلع برضو نتيجتها هيله جدا وممتازه مع لون الجل، تطلع نتيجه حلوه جدا. يعني مش عايزه اقول لك، يعني اول حاجه باخد معايا كوبايتين فراوله، بحط عليهم السكر وبحط بيضهم مع بعض اول لحد ما تدوب تماما نهائي خالص. ابتدي بقى نحط البيض واحط الزبادي واحط اللون الطبيعي بتاعي واللون، واحط الخل. دي كده المواد السائله في الخلاط. المواد الجافه ان انا بحط الدقيق، بحط عليه البيكنج باودر، بحط عليه ذره الملح، بحط اهم حاجه في كل ده معلقه البيكنج باودر، البيكنج كربوناتو اللي هي البيكنج صودا. اي كيكه عايزاها تعلى منك وحاطه فيها اي نوع فواكه او تقيله، حطي فيها الكربوناتو عشان ترفع معاكي، غير كده مش هتديكي النتيجه المضمونه خالص. فانا حطيت الفراوله، حطيت عليها السكر، حطيت عليها الفانيليا وطبعا البيض تدريجي كل ده ورا بعضه، وحطيت عليها 3 4 كوبايه زيت وعلبه الزبادي ومعلقه خل، وكل ده ضرب مع بعضه في خلاط جدا، واداني طبعا السمك اللي انا عايزاه اللي انا محتاجاه. وخلاص على كده. فانا بعد كده بقى ابتدي اجيب البوله بتاعتي وابتدي ان انا احط فيها الدقيق. بس برضو اللي مش حابب يحط فراوله او ما عندوش وحابب يعملها ممكن تعملي بالجيل الفراوله، بتطلع برضو ممتازه. انا جربت الاثنين طريقتهم حلوه، الاثنين ما خدوش وقت برضو وطلعين نتيجه طبعا والله بجد هايله، مفيش فرق بينهم خالص. بس كده انا خلصت. هنزل بقى الدقيق، احط عليه ذره ملح، احط عليه معلقه وباكت البيكنج باودر، واحط معلقه الصودا اللي الكربوناتو او الصودا اللي كربونات الصوديوم، بحط معلقه واحط كل ده. وطبعا اللون بتاعي ما انساش ان انا احط عشان يعزز لي درجه الفراوله اكتر بتاعه الكيك. وهتشوفي بعملها ازاي. تطلع من الفرن طبعا، بتخش الفرن على 170 حراره، بتقعد تلت ساعه كده تقريبا، تفتح الفرن شويه عليها بعد ما تستوي عشان ما تبطش، تسيبيها شويه في الفرن تاخد حراره الفرن بتاعنا برضو. بتبدي تطلعيها إيه خلاص. انا طبعا يعني الكيك بتاعي انا بسقيه بحاجتين لما بيطلع من الفرن، لا اللبن لا 7 اب اللي هو السيفن اب الاخضر او اللبن. لما يهدى كده تقومي سقياه باللبن او سقياه بالسيفن اب الابيض زي ما انا شايفين كده، بيديله طراوه ويخليه جوسي من جوه، وتيجي تاكليه كده تحس ان في حاجه بتدي معاكي مرونه في الكيك، تحفه هايله بجد بجد. يا ريت تجربوها. انا نفسي اعمل كده. وما يكونش عندي في كيكه الشوكولاته، كيكه الشوكولاته ما عنديش مثلا لبن او مش فايد عندي لبن، بسقيها بالبيبسي برضو نتيجتها هايله. تدي معاكي ايه يعني حاجه كده طعمها حلو في قلب الكيكه، هتحسيها بطعم مختلف. وكان عندي صوص فراوله زي انتهى بيه كده زي ما انتم شايفين، هي كيكه فراوله زي انت كيكه الفراوله. صوص الصوص ده عباره عن كوبايه فراوله وكوبايه ونص كوبايه نص كوبايه سكر، وسبته على النار وكوبايه ميه لما استوى تماما وما عادش فيه اصلا يعني خلاص. قمت بعمله بالهاند بلندر وبحطه في يبرد في الثلاجه، وبعدين ابتدي ان انا اشتغل بيه. طريقته سهله جدا، ما تاخدش وقت برده مني. وبرده عايز تعززي لون الفراوله تحطي برده عليه الجيلي، اللون الجيل الاحمر بيدي برده لون معاكي. تيجي بقى تجيبي فرماسيه اللي تجيبي كور شوكولاته، كور بيضه، كور فراوله، اي حاجه انت عايزه تزيني بيها زيني بيها زي ما انت حابه. زي ما انت شايفين كده طلعت نتيجتها هايله، مرتفعه جدا. طبعا الكربوناتو اللي هي البيكنج كربونات الصوديوم علتها جدا معاكي، لان فيها فراوله فيها اي حاجه لازم تعلى معاكي، لازم تعلى معاكي في تديها معلقه البيكنج باودر او كربونات الصوديوم اصلا، معلش يا جماعه. فبتبقى تطلع جميله جدا وجوسي قوي وطعمها حلو زي ما انتم شايفين كده، ونتيجتها هايله. يا ريت تجربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.